السلام عليكم everybody، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة English Everyday، وهذا فيديو تكملة للسلسلة ديال كتاب فيزا بالنسبة للجذوع المشتركة. إذا ديجا خدمت معكم من واحد حتى لثلاثة، وهذه الوحدة الرابعة. إذا هذه الوحدة هذه عندها علاقة بالشوبين، يعني التسوق. فهذه الوحدة هذه إن شاء الله غادي نتعلموا مصطلحات عندهم علاقة بالتسوق وبالملابس المشتريات، المهم يعني أي حاجة عندها علاقة بالشوبين. إذن إلى خذتوا صفحة 48، هذه هي الصفحة اللي غتلقاو، وهذا أول درس عندكم في هذه الصفحة هذه. إذن هنا شنو عندنا؟ عندنا تعريف ديال الأنواع ديال المحلات التجارية اللي كاينين، وعندنا هنا أسئلة ديال الفهم. قراو نتوما هذا الشيء ونعطيكم الأجوبة مباشرة. إذن في السؤال الأول قال لك شنو الفرق ما بين سوبر ماركت أند شوبينغ سنتر، يعني شنو الفرق ما بين سوبر مارشي وواحد السونتخ ديال الشوبين. إذا راه كاتبينهم هنا، ها هو شوبين سنتر، غتكتبوا هذا التعريف هذا، و السوبر ماركت ها هو هذا التعريف كذلك ديالو. إذا بالنسبة للجوج، فين كيمشيو الناس باش يتقداو و يدوزو وقت زوين، يعني شي بلاصة اللي كيكون فيها بحال باركين، و يشريو أشياء اللي بغاو. إذا بالنسبة لهذي، هي آخر وحجة هاد الشوبين مول، حيت كاين فيها ستورز فين غادي نشريو، و بلايس تو باي سامثين از اولسو فور انترتينمنت، يعني كذلك للترفيه. بالنسبه لثلاثه، شنو الفرق ما بين فلي ماركت اند اذر شوبين بلايسز، يعني شنو الفرق ما بين هاد واحد بحال السويقه والمحلات التجاريه الاخرين. اذا فلي ماركت ها هو التعريف ديالها، والباقي هما هادو. الفرق الوحيد اللي كاين بيناتهم هي كتكون يوجلي اوتسايد، يعني فلي ماركت كيكون برا بحال السويقه، كتكون هكا في الشارع ولا شي حاجه، الباقي كلشي كيكون محلات. وبالنسبه لاربعه، إن واحد كظن بانه غالي، يعني شنو هو المكان اللي كتحس به بانه يعني كيكون فيه الاثمنه طالعين وداكشي، فهذا كيكون على حسب البوتيك. اذا هي هذه، حيت كاينه فاشنبل كلوز، يعني شي حاجه اللي عندها علاقه بالموضه كيكونوا غاليين. وبالنسبه لاخر سؤال، ويتش وان دو يو ثينك از تشيب، اذا اي نوع ديال المحلات هو الارخص، فهو شي يقولوا يعني الارخص فيهم هو هاد الفلي ماركت، يعني السويقه هي اللي كيكون فيها الاشياء ارخص من الثمن اللي كيكون في السوبر مارشي ولا في شي بلاصه اخرى. اوكي، بالنسبه للجراما براكتيس، عندنا درس ديال الكومباراتيفز. كومباراتيفز هذا شنو هي؟ الكومباراتيف بالعربيه هي المقارنه، كيفاش كنقارنوا بين جوج الاشياء ولا جوج الاشخاص، بحال كنقولوا هذه الحاجه ارخص من هذه الحاجه ولا اغلى من هذه الحاجه، هذا الشخص طول من هذا الشخص ولا قصر منه. اذا هنا خصنا نعرفوا كيفاش نشدوا الادجكتيف ونصرفوه بالطريقه الصحيحه. إذا شفتوا هنا تحت عندنا ثلاثة ديال الأنواع، أنا رتبت لكم هذا الشيء، عندكم ثلاثة الأنواع ديال لي زادجيكتيف. عندنا شورت أدجيكتيف، لونج أدجيكتيف، و إيريغولار أدجيكتيفز. يعني دابا بحال دابا إلا شدينا تشيب، كيفاش غنديرو نكتبوها بالشكل الصحيح؟ فخصنا نشوف واش هي كلمة قصيرة ولا كلمة طويلة ولا كلمة ما عندهاش واحد القاعدة. إذا تشيب كلمة قصيرة فيها حروف قلال، إذا شنو غنديرو؟ غنشدو داك الأدجيكتيف وكنزيدو أو إر. بحال دابا تشيب خصنا نكتبو تشيبر، ها هي تشيبر، ها هي مكتوبة قدام هانيت، شفتوها؟ لارج كذلك، لارجر، بيك، بيجر، يعني ملي كيكون الأدجيكتيف قصير كنديرو أو إر. بالنسبة للأدجيكتيف إلا كان طويل بحال إكسبانسيف، ها هي إكسبانسيف، شنو غنديرو؟ ما كنديروش أو إر وإنما كنديرو مور، ها هي مور إكسبانسيف، ها هي مكتوبة هنا إكسبانسيف، الجواب ديالها هو مور إكسبانسيف. يعني ملي كيكون أدجيكتيف قصير كنديرو أو إر، ولكن ملي كيكون أدجيكتيف طويل كنزيدو له مور. ها هي صافي. وبقى لنا النوع الثالث، النوع الثالث اللي كيتسمى ايريغولار ادجكتيفز، اللي ما عندهمش قاعده، بحال جود. جود هي جيد، ولكن الا بغينا نقولوا افضل من كنقولوا بيتر، ماشي غنقولوا جودر ولا مور جود، كنديروا بيتر. هاد جوج ديال الكلمات كيتسموا ايريغولار، عندك جود وباد ما كيتبدلوش بنفس الطريقه. صافي، يعني ثلاثه الاشياء اللي كاينين. ندوزوا للتمرين اللي كاين في الصفحه 49 ونخدموهم. الى هنا كما قلت لكم، شوفوا الكلمه واش قصيره ولا طويله، بحال دابا وورم قصيره، فغنكتبوها ونزيدو لها اير، وارمر ذان. بالنسبه هنا انتريستين، يعني كلمه طويله، غنديرو مور ونكتبوها هي نيت. ايزي هي قصيره، غنكتبوها غير هي، ملي كتكون اكريك كنحيدوها كنديرو بلاصه اس، ار عفوا ماشي اس. بالنسبه لتشيب ديجا خدمناها، غنكتبوها ونزيدو لها اير. قلت قلت لكم كتغير، يعني غنكتبو بيتر. وبالنسبه لاتراكتيف طويله، غنديرو مور ونكتبوها هي. صافي، يعني هادشي ساهل، غير ركزوا مزيان في هاد الدرس. اللي بغى يزيد يتفرج في هاد الدرس مزيان، غيدخل القناه في القائمه ديال الدروس ديال اوتلوك، راه شرح هذا الفيديو
هاد الدرس هذا شرحوه مزيان في الاوتلوك. اذا مشينا للصفحه 50 ونبداو بالريفيو. اذا النص عندنا هنا، النص عنده علاقه بالانواع ديال الامكنه فين كيمشيو الناس يتقداو، خصنا نقراوهم ونجاوبوا على الاسئله. اذا انتم قراو هذا الشيء وانا غادي نجاوب لكم مباشره على الاسئله اللي هنا. اذا بالنسبه ل قال لك شنو هو افضل عنوان للتاكس، اذا افضل عنوان هو رقم 2 شوبين بليسز. بالنسبه للبي قال لك لقاو لنا نفس الكلمات اللي كيعنيو هادو، ف جودز بغيت نكتبهم لكم احسن. اذا انا كتبتهم عندنا برودكتس، تايني، تراديشنال، كاستمرز، نيبرهودز اند سابوربس. وقفوا الفيديو ونقلوهم. بالنسبه للسي these words are underlined in the text، يعني هاد الجوج كلمات راه مسطرين عليهم في النص على من كيعودوا يعني في النص. والجواب ديالهم هو شوبين سنترز، وهذه كتعني ستريتس. ديما بقا تشوفوا قبل من جمله. بالنسبه لهادو غنديروا صحيح او لا خطا، يعني نديروا صحيح ولا خطا ونعطيو التحليل. اذا بالنسبه للجمله الاولى خاطئه، يعني اوبن اير ماركتس ان سوبر، يعني السوبر ماركتس هما اللي كيحلوا 7 ايام في السيمانه ماشي اوبن اير ماركتس. وبالنسبه لهذه صحيحه، يعني اوبن ماركتس ارخص من ديبارتمنت ستورز، صحيحه. اذا نمشيو للتمرين اللي بعده هو رقم 6. اذا هنا شنو نطلب منه؟ هنا عندنا هاد لي زارتيكل هادو خصنا نحطوهم على حساب كل خانه ديالهم. بحال دابا عندنا هنا فود الاكل، كلوز الملابس، جولي المجوهرات، ابلاينس هما ديك الاشياء اللي كيكونوا في الكوزينه والمعدات، فرنيتشر والاتات، يوتنسلز هما المعن. اذا انا رتبتهم من 1 حتى 24 ونحط لكم ارقام هنا. وقفوا الفيديو ونقلوهم. اذا هما الارقام وندوزو للصفحه 51. اذا بالنسبه للصفحه 51 عندنا جوج ديال الاصدقاء بنات، كاتي وما كيت وماري، باغين يشريو واحد السويتر من عند مول المحل اللي هو سيلز بيرسون. اذا خصكم نتوما تقراو هذا الشيء ونعطيكم على الجواب مباشره ديال واحد وجوج وثلاثه. وبالنسبه للاجوبه هما هادو. اذا فين هي السويتر اللي عجبات الماري؟ عجبتها ديال القطن. Now what color the wool sweater، يعني اللي هادي شمل لون هو الاحمر. وبالنسبه واش شريتها في الاخر ولا لا؟ لا ما شريتهاش حيت غاليه. وبالنسبه للتمرين الموالي هو هذا، عندنا اختيارات ما بين one ones this that these those. اذا one يعني المفرد، ones الجمع، this هذا، that ذلك، these الجمع ديال هاد this، و those الجمع ديال ذات. يعني this و these كنستعملوها المفرد والجمع القريب، و ذات المفرد البعيد، وهذه المفرد الجمع البعيد. صافي، اذا نخدموهم، عندنا هاد الفراغات كاملين غنخدمهم ونرجع معكم. اذا هادو هما الاجوبه. هنا كتبت those ones one 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 that one 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 these those this. صافي، نقلوهم ومشيو للتمرين اللي من بعده. اذا بالنسبه للريدين اللي كاين في الصفحه 52 عندنا اختصارات لبعض الكلمات، يعني خصنا نقراهم ونخدموا التمرين اللي كاين في 53. اذا هاد ماشي نص وانما هما اعلانات، يعني كاين شي اشخاص باغيين يبيعوا، بحال دابا باغي يبيع البي ام دبليو كار طوموبيل، هذا باغي يبيع ثلاجه، ماكينه الصابون، المهم، وهذا باغي يبيع لابتوب بي سي، وهذا باغي يبيع تلفازه. ولكن لاحظتوا راه كيديروا اختصارات، بحال دابا هذه شوف جوج، كاينه جوج وكاينه ايكغيك ار اس، فهذه كنقصدوا بها السنوات، عامين. كاين عاوتاني جدي كتعني جود، المهم كاين اختصارات بزاف. غنمشيو للتمرين اللي كاين في الصفحه 53 ا ونخدموهم تما. هو هذا التمرين، فهنا قال لك عطيونا الاختصارات ديال هاد الكلمات اللي كاينين في النص اللي شفنا عاد دابا نيت. يعني انتم خذوا الكتاب وبقاو تشوفوا هاد الكلمات وعطيونا الاختصارات قبل ما نعطيكم انا الاختصار. اذا بالنسبه ليورز شنو كيديروا؟ كيديروا ايكغيك ار اس هكا، يعني كيديروا اختصار ديالها. بالنسبه للاكسلنس كيديروا هكا او اكس سي، جود كيديروا جي ودي، بالنسبه للكمبيوتر كيكتبوا حتى البي هكا. بالنسبه للمانتس، بالنسبه للمانس كيبقاو يختصروا، يعني ما كيكتبوش شي يقول لهم ما كيكتبوش الحروف كلهم، يعني كيديروا ام تي اس هكا. كونديشن يعني كيكتبوا هكا كونديشن ويخليوها. كيلومترز كيديروا ك ام. بالنسبه للويندوز كيديروا وين، واند كيديروا هذه العلامه هذه، وسبيد كيديروا اس بي دي، يعني هكا كيتكتبوا. بالنسبه للبي
نريد answer and answer these questions. How many items are on the sale؟ يعني شحال من حاجة كتباع هنا، شحال كيدير البيس، شحال في العمر ديال البيسي، شحال كدير طوموبيل، شحال كدير الثلاجة. You want to buy the TV, what number would you care؟ وهنا بغيتي تشري التلفزة، اش من نمرة غتصل بها؟ وهذو هما الأجوبة، يعني أنا كتبتهم لكم هنا، نوقفوا الفيديو نقلوهم، مشيو للتمرين الموالي. بالنسبة للتمرين 6 عندنا كلمات عندهم علاقة يعني بالملابس وهذه، فخصنا نرتبوهم وخصنا نحطوا الألوان هنا، نحطوا لي ماتيريال يعني المواد الخام، وهنا الأشياء. إذا هذه الكلمات هذو راني رتبتهم، ها هما هذو هنا، وقفوا الفيديو نقلوهم وندوزوا للتمرين الآخر. إذا بالنسبة للرايتين شنو طلب منا؟ عندنا هنا ديالوج ما بين واحد باغي يشري وواحد باغي يبيع، كي يعني كيتبادلوا الحوارات بيناتهم، خصنا حنا نرتبهم على الشكل الصحيح. أنا راني وقفت الفيديو ورتبتهم. إذا ها هي الأولى، الثانية، الثالثة، مهم الأرقام راه باينين، نقلوهم ونمشيو. إذا بالنسبة للصفحة 54 عندنا ديالوج ما بين بيير وعمر والبائع، يعني كاينين في واحد المحل وباغيين يشريو شي حوايج وغادي نجاوبو على الأسئلة هنا. إذا بالنسبة لواحد، إز بيير باين إنيثين، واش بيير شرا شي حاجة؟ لا. وات إز عمر لوكين فور؟ علاش كيقلب عمر على ماب؟ هنا علاش باغي داك الخريطة؟ يعني باش يقوم بزيارة سياحية للمدينة. وهنا علاش بغا يشري واحد الكتاب ديال الطبخ بالإنجليزية؟ حيت عندو بحث فيهم. بالنسبة للدرس ديال الجرامير شنو عندكم؟ عندكم البريزنت كونتينوس، إذا هنا هو الحاضر المستمر، يعني ها هي دي القاعدة ديالو هنا، وهنا التطبيق ديالو. نتوما شوفوا القاعدة، أنا نعطيكم تمارين مباشرة. إذا هاد الدرس هذا القاعدة ديالو بسيطة، كديروا أي أم ولا يو آر ولا، وكديروا الفعل وكتحطوا إي إن جي اللي عنده هنا. نفس الشيء هنا، يو دو آر يو دوين، حيت عندنا هنا سؤال، ها هما شوفوا في هنا، ها هي آر يو دوين. بالنسبة لهنا I am looking, we are starting, we aren't spending, it's not taking، حيت عندنا not، are helping، يعني راه بسيط هاد الدرس ماشي شي حاجة. وبالنسبة لهاد التمرين هذا اللي عندنا في صفحة 56 اللي هو آخر تمرين قبل يعني هو قبل الأخير، عندنا هنا جمل تعابير، فانتوما خصكم تقولوا لنا شكون اللي كيقولهم، واش البائع ولا المشتري. يعني إذا كان البائع غديروا S، وإذا كان المشتري غديروا C. ها أنا ديجا كاتبهم هنا داير السي و اس، نتوما وقفوا الفيديو ونقلوه. وبالنسبه لاخر تمرين يعني حاولت نزرف في هذا الفيديو هذا باش ما نتعطلش عليكم ونبقى نعطيكم اجوبه فقط، حيت الكتاب صراحه ما عجبنيش، مخربق صعيب يعني الخدمه ديالو. نوري اول ذا اكسشينجز، اذا هنا عندنا حوار ما بين يعني البائعه والمشتريه، فاحنا نتوما خصكم ديروا من 1 حتى 11 بالترتيب الصحيح. اذا ها هما دورنا، يعني ما تتبعوهم قبل، وقفوا الفيديو ونقلوه ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش البارطاج، راه والله الا كندير معكم مجهود صراحه. هذا الكتاب هذا صعيب، معقد في الخدمه ديالو، ما فيهش دروس مرتبين وداك الشيء مخربق، فكنحاول انني نبقى نخدم معكم يعني باش ما نخليكمش ماشي بحال الاخرين.